preview. القاعدة الأولى: إن الطريقة التي نرى فيها الله ما هي إلا انعكاس للطريقة التي نرى فيها أنفسنا. فإذا لم يكن الله يجلب لنا سوى الخوف والملامة، فهذا يعني أن قدرا كبيرا من الخوف والملامة يتدفق لقلوبنا. أما إذا رأينا الله مفعما بالمحبة والرحمة فإننا نكون كذلك. القاعدة الثانية: إن الطريق إلى الحقيقة يمر من القلب لا من الرأس. فاجعل قلبك لا عقلك دليلك الرئيسي. واجه، تحدى وتغلب في نهاية المطاف على النفس بقلبك. إن معرفتك بنفسك ستقودك إلى معرفة الله. القاعدة الثالثة: إنه يمكنك أن تدرس الله من خلال كل شيء وكل شخص في هذا الكون، لأن وجود الله لا ينحصر في المسجد أو الكنيسة، لكنك إذا كنت تزال تريد أن تعرف أين يقع عرشه بالتحديد، يوجد مكان واحد فقط تستطيع رؤيته، وهو قلب العاشق الحقيقي. فلم يعش أحد بعد رؤيته، ولم يمت أحد بعد رؤيته، فمن يجده يبقى معه إلى الأبد. القاعدة الرابعة: يتكون الفكر والحب من مواد مختلفة، فالفكر يربط البشر في عقد، لكن الحب يذيب جميع العقد. إن الفكر حذر دوما وهو يقول ناصحا: احذر كثيرا من النشوة، بينما الحب يقول: لا تكترث، أقدم على هذه المجازفة. وفي حين أن الفكر لا يمكن أن يتلاشى بسهولة، فإن الحب يتهدم بسهولة ويصبح ركاما من تلقاء نفسه. لكن الكنوز تتوارى بين الأنقاض، والقلب الكثير يخبئ كنوزا. القاعدة الخامسة: تنبع معظم مشاكل العالم من أخطاء لغوية ومن سوء فهم بسيط. لا تأخذ الكلمات بمعناها الظاهري مطلقا، وعندما تلج دائرة الحب تكون اللغة التي نعرفها قد عفى عليها الزمن. فالشيء الذي لا يمكن التعبير عنه بكلمات لا يمكن إدراكه إلا بالصمت. القاعدة السادسة: الوحدة والخلوة شيئان مختلفان. فعندما تكون وحيدا من السهل أن تخدع نفسك ويخيل إليك أنك تسير على الطريق القويم. أما الخلوة فهي أفضل لنا، لأنها تعني أن تكون وحدك من دون أن تشعر بأنك وحيد. لكن في النهاية الأمر من الأفضل لك أن تبحث عن شخص يكون بمثابة مرآة لك. تذكر أنك لا تستطيع أن ترى نفسك حقا،
إلا في قلب شخص آخر وبوجود الله في داخلك. القاعدة السابعة: مهما حدث في حياتك ومهما بدت الأشياء مزعجة فلا تدخل ربوع اليأس، وحتى لو ظلت جميع الأبواب موصدة فإن الله سيفتح دربا جديدا لك. احمد ربك. من السهل عليك أن تحمد الله عندما يكون كل شيء على ما يرام، فالصوفي لا يحمد الله على ما منحه الله إياه فحسب، بل يحمده أيضا على كل ما حرمه منه. القاعدة الثامنة: لا يعني الصبر أن تتحمل المصائب سلبا، بل يعني أن تكون بعيد النظر بحيث تثق بالنتيجة النهائية التي ستتمخض عن أي عملية. ماذا يعني الصبر؟ إنه يعني أن تنظر إلى شوكة وترى وردة، أن تنظر إلى الليل وترى الفجر. أما نفاد الصبر فيعني أن تكون قصير النظر ولا تتمكن من رؤية النتيجة. إن عشاق الله لا ينفد صبرهم مطلقا، لأنهم يعرفون أنه لكي يصبح الهلال بدرا فهو يحتاج إلى الوقت. لقد خلق الله المعاناة حتى تظهر السعادة. القاعدة التاسعة: لا تحكم على الطريقة التي يتواصل بها الناس مع الله، فلكل امرئ طريقته وصلاته الخاصة. إن الله لا يأخذنا بكلماتنا، بل ينظر في أعماق قلوبنا، وليست المناسك أو الطقوس هي التي تجعلنا مؤمنين، بل إن كانت قلوبنا صافية أم لا. القاعدة العاشرة: لا يوجد فرق كبير بين الشرق والغرب والجنوب والشمال، فمهما كانت وجهتك يجب أن تجعل الرحلة التي تقوم بها رحلة في داخلك. فإذا سافرت في داخلك فسيكون بوسعك اجتياز العالم الشاسع وما وراء. القاعدة الحادية عشر: عندما تجد القابل أن الحبلى لا تتألم أثناء المخاض، فإنها تعرف أن الطريق ليس سلكا بعد لوليدها، فلن تضع وليدها إذن. ولكي تولد نفس جديدة يجب أن يكون ألم، وكما يحتاج الصلصال إلى حرارة عالية ليشتد، فالحب لا يكتمل إلا بألم. القاعدة الثانية عشر: إن السعي وراء الحب يغيرنا، فما من أحد يسعى وراء الحب إلا وينضج أثناء رحلته. فما إن تبدأ رحلة البحث عن الحب حتى تبدأ تتغير من الداخل ومن الخارج. القاعدة الثالثة عشر: يوجد معلمون مزيفون وأساتذة مزيفون في هذا العالم أكثر عددا من النجوم في الكون المرئي، فلا تخلط بين الأشخاص الأنانيين الذين يعملون بدافع السلطة، وبين المعلمين الحقيقيين. فالمعلم الروحي
الصادق لا يوجه انتباهك إليه ولا يتوقع طاعة مطلقة أو إعجابا تاما منك، بل يساعدك على أن تقدر نفسك الداخلية وتحترمها. إن المعلمين الحقيقيين شفافون. كلب اللور يعبر نور الله من خلالهم. القاعدة 15: إن الله منهمك في إكمال صنعك من الخارج ومن الداخل. إنه منهمك بك تماما، فكل إنسان هو عمل متواصل يتحرك ببطء لكن بثبات نحو الكمال. فكل واحد منا هو عبارة عن عمل فني غير مكتمل يسعى جاهدا للاكتمال. إن الله يتعامل مع كل واحد منا على حدة، لأن البشرية لوحة جميلة رسمها خطاط ماهر تتساوى فيها جميع النقاط من حيث الأهمية لاكتمال الصورة. من السهل أن تحب إلها يتصف بالكمال النقاء والعدم، لكن الأصعب من ذلك أن تحب إخوانك البشر بكل نقائصهم وعيوبهم. تذكر إن المرء لا يعرف إلا ما هو قادر على أن يحبه، فلا حكمة من دون حب. وما لم نتعلم كيف نحب خلق الله فلن نستطيع أن نحب حقا، ولن نعرف الله حقا. القاعدة 17: إن القدار الحقيقية تقبع في الداخل، أما القدار الأخرى فهي تزول بغسلها. ويوجد نوع واحد من القدارة لا يمكن تطهيرها بالماء النقي، وهو لوثة الكراهية والتعصب التي تلوث الروح. نستطيع أن نطهر أجسامنا بالزهد والصيام، لكن الحب وحده هو الذي يطهر قلوبنا. القاعدة 18: يقبع الكون داخل كل إنسان. كل شيء تراه حولك بما في ذلك الأشياء التي قد لا تحبها، حتى الأشخاص الذين قد نحتقرهم أو نمقتهم يقبعون في داخلك بدرجات متفاوتة. لا تبحث عن الشيطان خارج نفسك أيضا، فالشيطان ليس قوة خارقة تهاجمك من الخارج، بل هو صوت عادي ينبعث من داخلك. فإذا تعرفت على نفسك تماما وواجهت بصدق وقسوة جانبيك المظلم والمشرق، عندها تبلغ أرقى أشكال الوعي. وعندما تعرف نفسك فإنك ستعرف الله. القاعدة 19: إذا أراد المرء أن يغير الطريقة التي يعامله فيها الناس، فيجب أن يغير أولا الطريقة التي يعامل بها نفسه. وإذا لم يتعلم كيف يحب نفسه
الحب كاملا صادقا، فلا توجد وسيلة يمكنه فيها أن يحب. لكنه عندما يبلغ تلك المرحلة سيشكر كل شوكة يلقيها عليه الآخرون، فهذا يدل على أن الورود ستنهمر عليه قريبا. كيف يمكن للمرء أن يلوم الآخرين لأنهم لا يحترمونه إذا لم يكن يعتبر نفسه جديرا بالاحترام؟ القاعدة 20: لا تهتم إلى أين سيقودك الطريق، بل ركز على الخطوة الأولى، فهي أصعب خطوة يجب أن تتحمل مسؤوليتها. وما أن تتخذ تلك الخطوة، دع كل شيء يجري بشكل طبيعي، وسيأتي ما تبقى من تلقاء نفسه. لا تسر مع التيار، بل كن أنت التيار. القاعدة 21: لقد خلقنا جميعا على صورته، ومع ذلك فإننا جميعا مخلوقات مختلفة ومميزة. لا يوجد شخصان متشابهان، ولا يخفق قلبان لهما الإيقاع ذاته. ولو أراد الله أن نكون متشابهين لخلقنا متشابهين. لذلك فإن عدم احترام الاختلافات وفرض أفكارك على الآخرين يعني عدم احترام النظام المقدس الذي أرساه الله. القاعدة 22: عندما يدخل عاشق حقيقي لله إلى حانا، فإنها تصبح غرفة صلاته. لكن عندما يدخل شارب خمر إلى الغرفة نفسها، فإنها تصبح خمارته. ففي كل شيء نفعله، قلوبنا هي المهمة لا مظاهرنا الخارجية. فالصوفيون لا يحكمون على الآخرين من مظهرهم أو من هم. وعندما يحدق الصوفي في شخص ما، فإنه يغمض عينيه ويفتح العين الثالثة، العين التي ترى العالم الخارجي. القاعدة 23: ما الحياة إلا دين مؤقت، وما هذا العالم إلا تقليد هزيل للحقيقة. والأطفال فقط هم الذين يخلطون بين اللعبة والشيء الحقيقي. ومع ذلك فإما أن يفتنن البشر باللعبة، أو يكسروها بإزدراء ويرموها جانبا. في هذه الحياة تحاشى التطرف بجميع أنواعه، لأنه سيحطم اتزانك الداخلي. فالصوفي لا يتصرف بتطرف، بل يظل متسامحا معتدلا على الدوام. القاعدة 24: يتبوأ الإنسان بمكانة فريدة بين خلق الله، إذ يقول الله: ونفخت فيه من روحي. فقد خلقنا جميعا من دون استثناء لكي نكون خلفاء الله على الأرض. فاسأل نفسك: كم مرة تصرفت كخليفة لله؟ هذا إن فعلت ذلك. تذكر
أنه يقع على عاتق كل منا، اكتشاف الروح الإلهية في داخله حتى يعيش وفقها. القاعدة 25: إن جهنم تقبع هنا والآن، كذلك الجنة. توقفوا عن التفكير بجهنم بخوف أو حلم بالجنة، لأنهما موجودتان في هذه اللحظة بالذات. ففي كل مرة نحب نصعد إلى السماء، وكل مرة نكره أو نحسد أو نحارب أحدا، فإننا نسقط مباشرة في نار جهنم. القاعدة 26: لا ضرر ولا ضرار، كن رحيما، لا تكن نماما حتى لو كانت الكلمات بريئة، لأن الكلمات التي تنبعث من أفواهنا لا تتلاشى، بل تظل في الفضاء إلى ما لا نهاية، وستعود إلينا في الوقت المناسب. إن معاناة إنسان واحد تؤذينا جميعا، وبهجة إنسان واحد تجعلنا جميعا نبتسم. القاعدة 27: يشبه هذا العالم جبلا مكسوا بالثلج يردد صدى صوتك، فكل ما تقوله سواء أكان جيدا أم سيئا سيعود إليك على نحو ما. لذلك إذا كان هناك شخص يتحدث بالسوء عنك، فإن التحدث عنه بالسوء بالطريقة نفسها يزيد الأمر سوءا، وستجد نفسك حبيس حلقة مفرغة من الطاقة الحقودة. لذلك انطلق وفكر طوال 40 يوما بأشياء لطيفة عن ذلك الشخص. إن كل شيء سيصبح مختلفا في النهاية، لأنك ستصبح مختلفا في داخلك. القاعدة 28: إن الماضي تفسير والمستقبل وهم، إن العالم لا يتحرك عبر الزمن وكأنه خط مستقيم يمضي من الماضي إلى المستقبل، بل إن الزمن يتحرك من خلالنا وفي داخلنا في لوالب لا نهاية لها. إن السرمدية لا تعني الزمن المطلق، بل تعني الخلود. القاعدة 29: لا يعني القدر أن حياتك محددة بقدر محتوم، لذلك فإن ترك كل شيء للقدر وعدم المشاركة في عزف موسيقى الكون دليل على الجهل المطلق. إن موسيقى الكون تعم كل مكان وتتألف من 40 مستوى مختلف. إن قدرك هو المستوى الذي تعزفين فيه لحنك فقط، لا تغيرين آلتك الموسيقية، بل تبدلين الدرجة التي تجيدين فيها العزف. القاعدة 30: إن الصوفي الحق هو الذي يتحمل الصبر حتى لو اتهم باطلا، ويتعرض للهجوم من جميع الجهات، ولا يوجه كلمة نابية واحدة إلى أي منتقديه. فالصوفي لا ينحني بالأئمة على أحد، فكيف يمكن أن يوجد خصوم أو منافسون أو حتى آخرون في حين لا توجد نفس في المقام الأول؟ كيف يمكن أن يوجد أحد يلومه في الوقت الذي لا يوجد فيه إلا واحدا؟ القاعدة 31:
إذا أردت أن تقوي إيمانك فيجب أن تكون لينا في داخلك، لأنه لكي يشتد إيمانك ويصبح صلبا كالصخرة يجب أن يكون قلبك خفيفا كالريشة. فإذا أصبح القاعدة 33، على الرغم من أن المرء في هذا العالم يجاهد ليحقق شيئا ويصبح شخصا مهما، فإنه سيخلف كل شيء بعد موته. إنك تهدف إلى بلوغ مرحلة العليا من العدم. عش هذه الدنيا خفيفة فارغة مثل رقم صفر. إننا لا نختلف عن أصيص الزرع، فليست الزينة في الخارج، بل الفراغ في داخلنا هو الذي يجعلنا نقف منتصب القامة. فالوعي بالعدم وليس ما نتطلع إلى تحقيقه هو الذي يبقينا مواصل الحياة. القاعدة 34، لا يعني الاستسلام أن يكون المرء ضعيفا أو سلبيا، ولا يؤدي إلى الإيمان بالقضاء والقدر أو الاستسلام، بل على العكس تماما، إذ تكمن القوة الحقيقية في الاستسلام، القوة المنبعثة من الداخل. فالذين يستسلمون للجوهر الإلهي في الحياة يعيشون باطمئنانية وسلام، حتى عندما يتعرض العالم برمته إلى اضطراب تلو الاضطراب. القاعدة 35، في هذا العالم ليست الأشياء المتشابهة أو المنظمة، بل المتناقضات الصارخة هي ما يجعلنا نتقدم خطوة إلى الأمام. ففي داخل كل منا توجد جميع المتناقضات في الكون، لذلك يجب على المؤمن أن يلتقي بالكافر القابع في داخله، وعلى الشخص الكافر أن يتعرف على المؤمن الصامت في داخله، وإلى أن نصل إلى اليوم الذي يبلغ فيه المرء مرحلة الكمال، مرحلة الإنسان المثالي. فإن الإيمان ليس إلا عملية تدريجية، ويستلزم وجود نظرية الكفر. القاعدة 36، لقد خلق هذا العالم على مبدأ التبادل، فكل امرئ يكافئ على كل ذرة خير يفعلها، ويعاقب على كل ذرة شر يفعلها. لا تخف من المؤامرات أو المكر أو المكائد التي يحيكها الآخرون، وتذكر أنه إذا نصب لك أحدهم شركا فإن الله يكون قد فعل ذلك، فهو المخطط الأكبر. إذ لا تتحرك ورقة شجرة من دون علمه. آمن بذلك ببساطة وبصورة تامة، فكل ما نفعله الله يفعله بشكل جميل. القاعدة 37، إن الله ميقاتي دقيق. إنه دقيق إلى حد أن ترتيبه وتنظيمه يجعلان كل شيء على وجه الأرض يتم في حينه، لا قبل دقيقة ولا بعد دقيقة. والساعة تمشي بدقة شديدة بالنسبة للجميع بدون استثناء. القاعدة 38، ليس من المتأخر مطلقا أن تسأل نفسك، هل أنا مستعد لتغيير الحياة التي أحياها؟ هل أنا مستعد لتغيير نفسي من الداخل؟
وحتى لو كان قد تبقى من حياتك يوم واحد يشبه اليوم الذي سبقه، ففي كل لحظة ومع كل نفس جديد يجب على المرء أن يتجدد ويتجدد ثانية، ولا توجد إلا وسيلة واحدة حتى يولد المرء في حياة جديدة، وهي أن يموت قبل الموت. القاعدة 39، مع أن الأجزاء تتغير فإن الكل يضل ذاته، لأنه عندما يغادر لص هذا العالم يولد لص جديد، وعندما يموت شخص شريف يحل مكانه شخص شريف آخر، وبهذه الطريقة لا يبقى شيء من دون تغيير، بل لا يتغير شيء أبدا، لأنه مقابل كل صوفي يموت يولد صوفي آخر في مكان آخر. إن الأسماء تتغير، تأتي وتذهب، لكن الجوهر يبقى ذاته. 40، لا قيمة للحياة من دون عشق. لا تسأل نفسك ما نوع العشق الذي تريده، روحي أم مادي، إلهي أم دنيوي، غربي أم شرقي، فالانقسامات لا تؤدي إلا إلى المزيد من الانقسامات. ليس للعشق تسميات ولا علامات ولا تعاريف، إنه كما هو نقي وبسيط. العشق ماء الحياة، والعشيق هو روح من نار. يصبح الكون مختلفا عندما تعشق النار الماء.